ذكر الله يمنحك قوة هائلة، قوة في شخصيتك، قوة في سمات وجهك، قوة في تعاملك مع الناس، قوة في اتخاذ القرار. لماذا؟ الذكر له أنواع. القرآن ذكر، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأنت على الأقل مفروض عليك أن تقرأ القرآن في الصلاة، والصلاة فرض. مطلوب منك أن تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وهذا فرض عليك أيضا. ولكن هناك شيء آخر أحبتي في الله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا، ليس مرة أو مرتين أو عشر مرات، مئات آلاف المرات حسب استطاعتك، وسبحوه بكرة وأصيلة، في الصباح وفي المساء، يعني قبيل شروق الشمس وقبيل الغروب. طب لماذا أنا أقوم بهذا الذكر؟ لماذا أمرني الله عز وجل بذكره كثيرا؟ ما الذي سأستفيده من هذا الكلام؟ أقصد الذكر. طبعا ذكر الله أيها الأحبة كما قلت رقم واحد القرآن. يعني أنت عندما تقرأ آية الكرسي هذا ذكر لله، عندما تقرأ المعوذتين أو قل هو الله أحد هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، عندما تقول سبحان الله هذا ذكر لله، عندما تقول الحمد لله هذا ذكر لله. والنبي عليه الصلاة والسلام نصحنا أن يكون لساننا رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. الفائدة هنا أحبتي في الله ليست لله عز وجل، لأن الله غني عن عباده، الفائدة لنا نحن. أنا عندما أذكر الله أول فائدة أن الله يذكرني، قال تعالى واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن كلما قلت سبحان الله يجب أن تعلم أن الله يذكرك، عندما تقول الحمد لله الله يذكرك، الله أكبر الله يذكرك، عندما تقرأ الفاتحة هذا من الذكر، الله يذكرك سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية من فوائد ذكر الله عز وجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن في هذا العصر أيها الأحبة أصبحنا كالغرباء، أصبح الاكتئاب يغزونا. لماذا؟ لأننا أصبحنا نخاف من أي شيء، من المرض، من قلة المال، الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول. أحدنا يخاف ماذا سيأتي غدا، يخاف على أولاده، يخشى على مصيره، على دراسته، على عمله، مخاوف كثيرة سببها الشيطان. والشيطان يستحوذ عليك عندما تنسى ذكر الله، نسوا الله فنسيهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. إذن كل من لا يذكر الله هو من حزب الشيطان. يجب أن تعلم أن الذي لا يذكر الله هذا الشيطان سيطر عليه واستحوذ عليه فأنساه ذكر الله سبحانه وتعالى. وعندما الإنسان ينسى ذكر الله الله ينساه، نسوا الله فنسيهم والعياذ بالله. إذن عندما تذكر الله الفائدة الثالثة أنت تتخلص من الشيطان وشره ومخاوفه. إذن أنا حتى أقضي على مخاوفي يجب أن أذكر الله، يجب أن أذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، لأن الذكر الكثير لله سبحانه وتعالى يذهب عني الاكتئاب والمخاوف، وبخاصة الخوف من المستقبل. لماذا أحبتي في الله؟ لأنني كلما ذكرت الله أكثر كلما شعرت بالأمان أكثر، اطمئنان القلب، لأن خلايا الدماغ والقلب
لها لغة خاصة تفهمها أحبتي في الله. الشفرات الموجودة في القرآن تفهمها خلايا القلب، لذلك قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن يستبشر بذكر الله. إذا لم تذكر الله فاعلم أنك ستكون في فئة الذين في قلوبهم مرض. قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فائدة رابعة أيها الأحبة: ذكر الله يمنحك قوة هائلة، قوة في شخصيتك، قوة في سمات وجهك، قوة في تعاملك مع الناس، قوة في اتخاذ القرار. لماذا؟ لأن الإكثار من ذكر الله يشعرك بالقرب من الله. كلما ذكرت الله أكثر تشعر أن الله قريب منك لأنه يذكرك. والقرب من القوي قوة لك، والقرب من الحكيم حكمة لك، والقرب من الرحيم رحمة لك. لذلك أنت عندما تكون قريبا من مالك الملك سبحانه وتعالى فهذه قوة لك في هذه الدنيا، التخلص من المخاوف، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، القرب من الله. ذكر الله يمنحك شخصية قوية، هل تعلم هذا؟ ذكر الله يساعد قلبك على الاستقرار. نحن الآن في هذا العصر نعاني من مشاكل كثيرة أيها الأحبة، الضغط على القلب، ضغط نفسي ينعكس على القلب، جلطات قلبية ودماغية إلى آخره، يعني كلها بسبب الضغط النفسي. ذكر الله مريح، يريح النفس كثيرا أخي الحبيب. لذلك أنا أعتبر أنك مهما ذكرت الله لو أمضيت 24 ساعة وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قليل، لأن الله تعالى لم يحدد لك عددا محددا لذكره. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكلمة كثيرا هنا قد تكون آلاف المرات، مئات الآلاف من المرات، كل حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الفوائد أخي الحبيب أحببت أن أخبرك لأنني أعيشها حقيقة. وهناك لذة خاصة عندما تنادي الله عز وجل بأسمائه الحسنى، عندما ترجو وتدعو الله عز وجل أن يرزقك، أن يعافيك، تناديه بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، تطلب منه، فهو إله كريم. هذه لذة خاصة لا يشعر بها المؤمن إلا إذا ذكر الله كثيرا. أحببت فقط في هذا الصباح أن يعني أقدم لكم هذه النصيحة، عسى أن تكون نافعة لي ولكم في الدنيا أولا، ويوم الموت، ويوم لقاء الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى يتبين لهم أنه الحق.